بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. أيها الإخوة والأخوات، الحجاج والعمار هم وفد الله، دعاهم فأجابوه، ونحمد الله ونشكره ونثني عليه الخير كله، ونقول بأن الحجاج والعمار وهم ينعمون بهذه الأجواء الإيمانية العابقة ويتمتعون بهذه الخدمات التي وفرتها هذه البلاد المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، وولي عهده وولي ولي عهده، حفظهم الله جميعا ووفقهم. يسهرون على راحة الحجاج والمعتمرين كي يؤدوا هذه المناسك في يسر وسهولة. الشيخ صالح الفوزان، لعل لكم كلمة بهذه المناسبة المباركة. الشيخ صالح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن من أجل المناسبات وأكرم الله الساعات واللحظات هذه الأيام، أيام الحج إلى بيت الله العتيق، تلبية لدعوة الله على لسان خليله إبراهيم حينما قال له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. رجالا يعني ماشين، وعلى كل ضامر يعني راكبين، فالحجاج يأتون مشاة وركبانا إلى هذا البيت العتيق من كل فج عميق. فجاج مكة كثيرة، وكل فج يأتي منه وفد من وفود الله سبحانه وتعالى حاجين لهذا البيت تلبية لهذا النداء الكريم وهذا الأذان العظيم. كل سنة يحج هذا البيت ولله الحمد. هذا بالنسبة للعموم، أما بالنسبة للأفراد فإن الحج إنما يجب مرة واحدة في العمر، وما زاد فهو تطوع ويجب على المستطيع، وهو من يجد الزاد الذي يكفيه ذهابا وإيابا ويكفي لمن يمونهم من بعده حتى يرجع إليهم، وكذلك وجود المركوب المناسب في كل وقت بحسبه برا وبحرا وجوا. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده ليشهدوا منافع لهم ويذكروا الله ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، وهي عشر ذي الحجة، ويذكروا الله أيضا في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معدودات وهي أيام التشريق، أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد يوم العيد، عيد النحر، ويوم النحر هو يوم الحج الأكبر، لأنه تفعل فيه المناسك الأربعة: رمي الجمرة، والطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة،
والحلق أو التقصير، هذه مناسك الحج التي تفعل في يوم العيد، ولذلك سماه الله يوم الحج الأكبر. فهذا من فضل الله على عباده، وهذا في كل سنة، فإن الله يهيئ لهذا البيت من يأتي إليه بلهف وشوق ويطوف به ويسعى بين الصفا والمروة ويقف بعرفات ويبيت بالمزدلفة عند المشعر الحرام ويفيض إلى منى ويمكث فيها 3 أيام بلياليها، ثم ينتهي الحج بذلك. هذه الأفعال العظيمة والمناسك الكريمة التي يؤديها الحجاج طائعين منيبين مغتبطين بذلك، وهذا من فضل الله عليهم وعلى الناس، هذا من نعم الله عز وجل. والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، حيث على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. فهذا من منن الله على هذه الأمة المحمدية، الأمة، بل إن هذا البيت حجه الأنبياء من قبل، حجه الأنبياء من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بل وقبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن إبراهيم هو الذي بنى هذا البيت بأمر الله سبحانه وتعالى، حيث إن الله أراه مكانه فبناه هو وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، وقال: ربنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله جل وعلا شرع هذه المناسك، مناسك الحج، وهي مناسك عظيمة تؤدى كل سنة بالنسبة للأمة، وتؤدى بالنسبة للأفراد مرة واحدة في العمر، وما زاد فهو تطوع، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. نسأل الله أن يتقبل من الحجيج حجهم وأن يوفقهم للأعمال الصالحة، وجزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء على عنايتهم واهتمامهم بهذه الأماكن المقدسة. الشيخ صالح، هناك الحقيقة موضوع نسأل فيه كثيرا، والآن يتناقله الناس ويقولون بأن الوقاية خير من العلاج، كما تعلمون في بأن الإبل ناقل لفيروس كورونا. اشرحوا لنا حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وماذا يجب على الجميع تجاه هذا الموضوع؟ نعم، قبل أن نسافر للحج حضر عندنا وزير الصحة ومعه بعض الأطباء، فأفادونا بأن الإبل تحمل، أو بعض الإبل تحمل هذا الفيروس المعدي بإذن الله، وطلبوا من اللجنة الدائمة مع سماحة المفتي الفتوى بالاقتصار على ذبح البقر والغنم،
وأن لا تذبح الإبل في هذا العام خشية من العدوى بلحمها، وهذا من الوقاية. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتوقي، فقال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وقال عليه الصلاة والسلام لا يريد ممرض على مصح. وهذا من باب الوقاية والحجر الصحي. فهذه السنة لا تذبح الإبل في الهدي والأضاحي، لأنها تحمل هذا الفيروس كما قرر الطب ذلك. والحمد لله في البقر والغنم غنية ولله الحمد. نعم، أحسن الله إليكم على هذا التوجيه. نذكر الإخوة والأخوات البرنامج لنسمع اتصالات الإخوة وأيضا الأخوات لمن أراد أن يتصل بالشيخ، والأسئلة خاصة بهذا الركن العظيم، الركن الخامس. فضيلة الشيخ، من عليه دين هل يلزمه الحج وهل يسقط عنه؟ الله جل وعلا قال: من استطاع إليه سبيلا. والذي عليه دين على نوعين: النوع الأول من عنده مال يتسع لسداد الدين ويتسع لنفقة الحج، فهذا يحج إما فريضة وإما نافلة، لأنه أمن للدين ما يكفيه. وأما إذا كان الدين يحيط بماله فإنه لا يحج، بل يقدم سداد الدين لأنه غير مستطيع في هذه الحالة. نعم. الحاج القادم من السودان من أين يحرم؟ القادم من السودان يحرم من البحر، إذا حاذ الجحفة، وكذلك يلملم، لأنه يحاذي ميقاتين، فإذا حاذاهما فإنه يحرم من البحر. هذا إذا جاء من سواكن، لأن سواكن في مقابل جدة. وأما إذا جاء عن طريق البر فإنه يحرم من الميقات الذي يمر به. إن جاء عن طريق الجنوب فإنه يحرم من يلملم، وإن جاء من طريق الشمال فإنه يحرم من الجحفة، وإن جاء من طريق الطائف فإنه يحرم من السيل، وإن جاء من طريق العراق فإنه والقصيم فإنه يحرم من ذات عرق. نعم، أحسن الله إليكم. نبدأ بالاتصالات ونأخذ راجي من الجوف. ألو، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال يا شيخ؟ بارك الله يحييك. سؤالك يا راجي. يا شيخ، أنا عندي فرض سويت أول حادث وعلي الصيام شهرين، هل هو استطيع أحج ولا لا قبل الصوم؟ طيب، شكرا يا راجي. نعم، يقول بأن عليه صيام سؤاله شهر. سؤاله الشيخ صالح بأن عليه صيام شهرين لحادث حدث له، ويقول هل وأريد الحج. لا مانع من ذلك، يحج، والصيام صيام شهرين وقته موسع، يصوم بعد ما يؤدي الحج. نعم. من وكل شخصا ليحج عن والدته ثم علم بعد ذلك بأن هذا الشخص قد أخذ وكالات عديدة، فما الحكم حينئذ؟ الحكم حينئذ كان الواجب عليه أن يتثبت من الشخص، ولا يعطي أي أحد، ولا يوكل أي أحد، بل يتثبت من معرفة الشخص وثقته وأمانته. أما إذا كان يتلاعب ويأخذ عدة نيابات
فهذا إنما يريد المال ويتخذ اسم الحج وسيلة لأخذ المال، هذا غير موثوق ولا يوكل في الحج ولا يجزي إذا وكل فيه. نعم. يقول الشيخ بأنه ساكن في الرياض ويذهب في الإجازة إلى بيت عمه، يقول وأريد أن أضحي، هل كل واحد منا وأولاد عمي يضحي أضحية أم يكفي أضحية واحدة؟ الواحدة تكفي عن الرجل وأهل بيته، فإذا كانوا يسكنون في بيت فإن تكفيهم أضحية واحدة، أما إذا كانوا يسكنون في بيوت أو في شقق فإن كل بيت يستحب له أن يضحي، لأنهم جيران وليسوا يسكنون في بيت واحد. نعم. عائش من مكة المكرمة، تفضل. الله يزيد فضلك إن شاء الله. يا أبويا أنا من اليمن، بس هنا في مكة لي يمكن سنتين وكذا، هل يجوز أحرم من المكان اللي أنا فيه؟ يعني أنا خارج مكة من الشميسي، ساكن في الشميسي. طيب، تريد أن تحرم بأي نسك، متمتع ولا قارن ولا مفرد؟ لا متمتع. متمتع لازم أنك تخرج إلى التنعيم وتحرم بالعمرة، تحرم بالعمرة من التنعيم. مظبوط. يعني من الحل. الله تؤديها ثم تحل منها وتبقى إلى أن يأتي اليوم الثامن وتحرم بالحج. نعم. شكرا. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة، وتليفون البرنامج على الشاشة لمن أراد الاتصال من الإخوة والأخوات أيضا. شيخ صالح، شخص كبير في السن أحرم بالعمرة ولما وصل إلى البيت عجز عن أداء العمرة، ماذا يصنع؟ إذا كان عجزه مستمرا فهذا محصر، يتحلل، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، هذا محصر يتحلل ويذبح هدي. وأما إذا كان المانع له يتوقع أن يزول فإنه ينتظر حتى يزول المانع ثم يؤدي العمرة. نعم. أحسن الله إليكم. الشيخ صالح، إذا حج الإنسان عن غيره بأجرة فبقي من هذا الحج شيء من المال، فهل يأخذه؟ لا نقول أجرة يا أخي، نقول هذا المال إنما هو لنفقة الحج، فإذا دفعه إليه وشرط عليه أنه يرد الباقي يرد الباقي، وإذا أعطاه ولم يشترط عليه فإنه له. نعم. فضيلة الشيخ، في الحج تراحم وتعاطف، ويجب على الجميع أن يحافظ على الأنظمة، بعض الناس يتساهل في ذلك، ما هي كلمة الشيخ صالح في هذا الموضوع؟ لا بد من الالتزام بالأنظمة لأنها في صالح الجميع وفيها طاعة لولي الأمر، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وفي طاعة ولي الأمر مصلحة للمسلمين. نعم. محمد من عرعر، تفضل يا محمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا عندي طعام في الثدي، ذبائح السودانية، الضحي ولا مضحي؟ نعم. الأغنام السودانية، يقول يريد السؤال. نعم. أعد السؤال. الذبيحة السودانية الضاحية ولا ما الضاحية؟ يا أخي إذا لم يكن فيها عيوب، ليست عورة وليست مجدوعة القرن أكثر القرن وأكثر الأذن وليست عرجاء ويعني سليمة من العيوب التي جاءت في الأحاديث، فإنها تجزي من السودان ومن غيره. نعم. يا شيخ، إذا اعتمر الإبن عن أمه أو أبيه فهل يجوز له أن يدعو لنفسه؟ نعم،
هو له الدعاء له الصلوات في المشاعر أجرها له والدعاء أيضا له، وإنما المنوب عنه له المناسك، له المناسك مناسك الحج، وما زاد عليها فهو للنائب. نعم. فقرته الثانية شيخ يقول: بالنسبة للاعتمار عن الميت، هل يجوز الاعتمار عن الميت؟ نعم، الميت بحاجة إلى الحج والعمرة، يحج عنه ويعتمر عنه وبحاجة إلى ذلك. نعم. تفضل يا أحمد من مكة. اقصر التلفزيون أحمد، اقصر التلفزيون شوي، اقصر التلفزيون. يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. والسلام ورحمة الله. يا شيخ، أول شيء نحبك في الله أول شيء. ويا شيخ أنا اتجهت بنبهة في 1/12 على مكة، ورحت عند عمي هناك وجلست إلى البارح في الليل، بعد رجعت إلى الميقات. أنا عندي حج وعندي تسريح وبحج، الحين رجعت للميقات، أبغى أحلم من الميقات وبرجع إلى إن شاء الله بإذن الله إلى مكة بكرة الصباح علشان أخش في النسك. علي شيء يا شيخ؟ علي فدية وعلي شيء؟ لما إذا رجعت إلى الميقات وأحرمت منه فليس عليك شيء، لأنك قمت بالواجب وهو الإحرام من الميقات الذي تمر به في طريقك إلى مكة. نعم. شكرا. ما المقصود يقول السائل يا شيخ بالمواقيت الزمانية في الحج؟ المواقيت الزمانية هي قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، هذه المواقيت الزمانية. نعم. هذا السائل يا شيخ يا أبو عبد الله يقول: انتدبت في الحج، وعندما وصلت مكة قررت أن أكمل حجي فأحرمت من مكة. إذا لم تنوي إلا من مكة وأحرمت بالحج من مكة فلا بأس، أما إذا كنت نويت قبل أن تدخل الميقات فإنك تحرم من الميقات الذي تمر به. أحسن الله. أو من المكان الذي نويت منه. نعم. الشيخ، إذن حكم الإحرام بالحج قبل دخول هذه المواقيت الزمانية يا شيخ صالح؟ لا ينعقد. إذا أحرم بالحج قبل دخول أول يوم من شوال فإنه لا ينعقد إحرامه بالحج، لأنه في غير وقته. نعم. يا شيخ، نية الدخول في النسك نسأل عنها كثيرا، هل هي التي يتلفظ بها في التلبية؟ لا، النية في القلب، النية محلها القلب، ويتلفظ بما نواه، فيقول: لبيك حجا، لبيك عمرة، لبيك حجا متمتعا، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فيتلفظ بالنسك الذي يريده، وهذا سنة. وأما النية بالقلب فلا بد منها، هي الإحرام، الإحرام هو نية الدخول في النسك. نعم. شيخ صالح، من سافر من بلده إلى جدة ثم أراد العمرة فهل يحرم من جدة؟ إذا كان ناويا للحج في قدومه من أهله فإنه يحرم من الميقات الذي مر به حينما جاء من أهله، يرجع إليه ويحرم منه. نعم. يوم التروية لماذا سمي بهذا الاسم، وما المشروع في هذا اليوم؟ يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي بهذا الاسم لأن الحجاج في الزمان السابق كانوا يتروون الماء إلى منى وإلى عرفات ومزدلفة، لأنه لم يكن على الطريق ماء، طريق الحاج لم يكن فيه ماء مثل وقتنا الحاضر،
لما أن هذه الدولة المباركة نظمت الماء على طريق الحجاج من عرفة إلى مزدلفة إلى منى، فما يحتاج إلى تروية ماء والحمد لله، ولكن بقي الاسم. ويحرم ما يريد الحج، يستحب أن يحرم في اليوم الثامن ويذهب إلى منى ويبقى فيها ليلة التاسع، ثم يسير من صبيحة التاسع إلى عرفات. نعم. ماجد من حائل، تفضل يا ماجد. ألو. نعم. مساك الله خير يا شيخ. تفضل. ألو. مساك الله بالخير. تفضل. أخوي بس عندي استفسار وليك، أبي إذا كان في شخص متوفي ولا كمل سنة، هذه أول ضحية له، هل يجوز إني أضحي له أذبح الضحية صبح العيد ولا بوقت العيد؟ تذبحها في يوم العيد أو ثلاثة أيام بعده، كله وقت للذبح. يعني ما هو ضروري نفس يوم العيد الصبح يعني؟ لا ما هو ضروري. طيب السؤال الثاني وجزاك بالخير يا شيخ، هل يجوز أن يدخل بها ناس ثانين ولا بس اسمي للميت هذا؟ نعم، هل يجوز اني اسمي الناس موتى ثاني ولا بس للميت، يعني بس اذبح للميت هذا؟ يجوز انك تشرك بالنية عدة اشخاص الأضحية، اذا كانت الأضحية منك فانك تنويها عن عدة اشخاص ويعمهم اجرها ان شاء الله. نعم. احسن الله اليكم، ما حكم الحج عن المتوفى اذا كان جدا لهذا الشخص وقد حج النائب عن نفسه؟ طيب هذا من البر بالجد، الجد بمثابة الوالد، وهذا من البر به إذا حج له بعد أدائه هو الفريضة عن نفسه. نعم. بالنسبة لشيخ صالح، الإحرام هل له صلاة تخصه؟ الإحرام يستحب أن يكون بعد فريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أحرم في غير وقت فريضة ويعني توضأ للإحرام ويصلي ركعتي الوضوء سنة الوضوء ويحرم بعدها. نعم. شيخ صالح، من اعتمر في أشهر الحج ثم سافر إلى المدينة وأحرم بالحج من أبيار علي، فهل يكون متمتع؟ نعم، ما دام ما رجع إلى بلده بين الحج والعمرة فهو متمتع. نعم. تفضل يا سلطان من القصيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ، ولا تستفسر عن الأضحية. تفضل. هل يجوز لي أن أتضحى مع الوالد وأنا طبعا موظف وساكن الحالي؟ لا، إذا كنت تسكن لحالك يستحب لك الضحي في بيتك، والوالد يضحي في بيته عن هو عن أهل بيته. نعم. جزاك الله خير. شكرا لك يا سلطان. عبارة افعل ولا حرج فضيلة الشيخ، ما المقصود فيها؟ هذه في أعمال يوم العيد، في أعمال يوم العيد السنة أنه يرمي الجمرة ثم بعد رمي الجمرة ينحر هديه ثم يحلق رأسه أو يقصر ثم يطوف بالبيت ويسعى إذا كان عليه سعي. هذه الأفعال ترتيبها على هذا النمط هذا أفضل، وإن قدم بعضها على بعض في يوم العيد فلا بأس، لأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم يعني يوم العيد عن شيء قدم يعني من هذه الأعمال الأربعة أو أخر أو الثلاثة أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. نعم. الشيخ، الصلاة نسأل عنها كثيرا وخصوصا المسافر للحج، هل يصلي الحاج في خيمته أو يبحث عن جماعة؟ كيف يكون ذلك؟
إذا كانوا متجاورين في الخيام وجعلوا لهم مصلى هذا طيب، وإن لم يكونوا يمكن أن يصلوا جميعا، أهل الخيام لا يمكن أن يصلوا جميعا أو يشق عليهم، وكل جماعة يصلون في خيمتهم. نعم جماعة. نعم. أحسن الله إليك. التلبية يا شيخ التي صحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي ومتى تنقطع في العمرة والحج؟ تلبية أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، هذه التلبية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وتنقطع يعني يقطع التلبية إذا شرع في الرمي، رمي جمرة العقبة، هذا بالنسبة للحاج. وأما بالنسبة للمعتمر فتنقطع التلبية إذا شرع في طواف، إذا شرع في طواف العمرة، في طواف العمرة. نعم. بشير من عرعر معنا على الخط، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. حبك الله يا شيخ. جزاك الله خير. تفضل. جزاك الله خير. يا شيخ بالنسبة للأضحية هل تذبح للأموات أم لا؟ أبوي مثل ما توفي يسميها باسم الأبوي بس مثلا. طيب شكرا. عفوا. نعم الأضحية حسب نيك يا أخي، تذبحها عن والدك فقط أو تذبحها عنك وعن والدك أو تذبحها عن أهل بيتك حسب النية يا أخي. نعم. هل يجوز للمحرم أن يقوم بتمشيط شعره يا شيخ؟ نعم يقوم بتمشيط شعره لكن برفق لئلا يتساقط شيء من الشعر. نعم. إذا رجع المتمتع يا شيخ إلى بلده ثم أنشأ سفرا للحج من بلده فهل يعتبر مفردا؟ نعم إذا أنه اعتمر ثم رجع إلى بلده ثم أنشأ حجا من بلده هذا يعتبر مفردا. نعم. استعمال شيخ المظلة سواء في المطر أو في الشمس بالنسبة للمحرم، وكذلك يا شيخ الحزام مع العلم بأنه مخيط. لا بأس باستعمال المظلة الشمسية اللي يسمونها الشمسية أو استظلال بالخيمة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الخيمة وهو محرم عليه الصلاة والسلام، وأيضا ظللوا عليه وهو يرمي الجمرة، ظللوا عليه بثوب فوق رأسه فلا بأس بذلك، لا تلامس الرأس، يعني هذا الظل هذا المستظل به لا يلامس الرأس بل يرفع عنه. نعم. هناك إحرامات يا شيخ يقول السائل على شكل وزرة، هل نأخذها؟ لا هذه يسمونها تنورة، لا ما تصلح هذه، يلف الإزار على جسده على أسفل بدنه ثم يثبته بالحزام من فوقه، يثبته بالحزام من فوقه. وأما ما سألت عنه في السؤال اللي قبل هذا في أن الحزام فيه مخيط، نعم ما يضر هذا، لو ما يصلح الحزام بدون خياطة هذا ما يضر، فيه مخابي مخيطة فيه لا يضر هذا. نعم. إبراهيم من تبوك، تفضل يا إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافية. بوصل الشيخ فتوى شرعية، الله يعطيك العافية. تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. يا شيخ والله إني أحبك في الله. جزاك الله خير. سؤالك يا أخي إبراهيم. أحببك الذي أحببتنا. يا شيخ أنا خطبت واحدة من فترة وأبوها أعطاني الجواب أنه موافق وكل شيء، أنا فلسطيني الجنسية، بدأت بمعاملة الزواج يا أخي الكريم. عفوا إبراهيم
سؤالنا الأسئلة هذه عن الحج، ودنا نستفيد ونستفيد من الشيخ ونستفيد آخر يستفيدون المتصلين، لعلك بعد الحج تتصل إن شاء الله في هذا الموضوع. شكرا لك فضيلة الشيخ. شخص معاق لا يستطيع أن يلبس ثياب الإحرام، فكيف يصنع؟ نعم، يلبسه وليه، يلبسه وليه ملابس الإحرام على الشكل المشروع والحمد لله. نعم. بالنسبة ليوم عرفة، ما الدعاء الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل هناك دعاء معين في ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويضيف إلى ذلك ما تيسر له من الأدعية في هذا اليوم المبارك. نعم. شيخ، المرأة الحاجة إذا حاضت قبل طواف الوداع فما الحكم حفظكم الله؟ ليس عليها وداع. قال ابن عباس رضي الله عنه: أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية قبل أن تطوف للوداع قال لها: انفري إذن. نعم. أحسن الله إليكم. بالنسبة للمحرمة أيضا، إحدى الأخوات تقول: هل لها أن تغير الثياب التي أحرمت فيها، وهل الإحرام ثياب تخصه؟ المرأة ليس لها ثياب تخصها، تحرم بثيابها العادية الساترة التي ليس فيها زينة، إلا أنها تتجنب شيئين: البرقع أو النقاب على الوجه، والشيء الثاني شراريب اللان على اليدين، تتجنب هذين الشيئين، وما عدا ذلك تلبس ما تحتاج إليه. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ. المرأة التي أحرمت من الميقات وهي حائض ثم طهرت في مكة وخلعت الملابس، فما الحكم؟ ليس لها ملابس خاصة المرأة، فتطوف إذا أحرمت بالعمرة وهي حائض ثم طهرت في مكة، فإنها تغتسل وتذهب إلى البيت وتؤدي العمرة، طواف وسعي وتقصير. نعم. الذي فعل شيء شيخ صالح من محظورات الإحرام ناسي أو جاهل، فما الحكم وماذا يلزمه؟ الناسي لا حرج عليه ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، فالناسي لا حرج عليه، وأما المتعمد فعليه الفدية بحسب ما فعل. نعم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: حاج وقع في بعض الأخطاء في أداء نسكه، لم يبين هنا الأخطاء، ولم يكن معه ما يكفر به، وسافر إلى بلده، فهل يخرج ما وجب عليه في بلده أم يلزمه أن يكون في مكة؟ ما بين لنا ما هي الأشياء التي لم يفعلها، فلا نبين له على مجهول، لازم يبين. نعم. بالنسبة لتقديم السعي على الطواف يا شيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم تعدى، دخل المسجد الحرام وتعدى المسعى وذهب إلى الكعبة وطاف بها، ثم سعى بعد الطواف. وما ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر أنه سعى قبل أن يطوف، وإنما هذا وقع من رجل في يوم العيد، قال: يا رسول الله لم أشعر، سعيت قبل أن أطوف. قال: أفعل ولا حرج. ما سئل صلى الله عليه وسلم في يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر، إلا قال: أفعل ولا حرج. نعم. هذا السائل أبو عبد الله يريد أن يضحي يا شيخ،
ولكنه يقول دخل عليه 5 أيام وقد رزقه الله مال فأراد أن يضحي. بالنسبة للإمساك عن الشعر والأظافر وغيرها يمسك بقية الأيام، يمسك عن الشعر والأظافر بقية الأيام حتى يذبح أضحيته. نعم. إذا أقيمت الصلاة الشيخ أثناء الطواف ما الحكم، وهل يستأنف الطواف، وإذا لم يستأنف فمن أين يكمل؟ إذا أقيمت وهو في الطواف يصلي، يقطع الطواف ويصلي، فإذا سلم الإمام فإنه يقوم ويبدأ الشوط الذي صلى به يبدأه من جديد ويكمل طوافه. نعم. يسأل يا شيخ عن الاضطباع والرمل، متى يشرع وفي أي مكان؟ يشرع في طواف القدوم وفي طواف العمرة، الاضطباع والرمل في أول طواف، طواف العمرة، الرمل في طواف العمرة. نعم. وفي طواف القدوم أيضا أول طواف يطوفه. نعم. تفضل يا رجاء من جدة. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا طويل العمر بسألك عن السؤال عن الأضحية. تفضل. عندنا أنا 3 أخوان، أنا في جدة وواحد في الرياض وواحد عندنا في براكة جنوب الطائف، وضحيتنا تذبح عند أخونا اللي في جنوب الطائف ناقة. أنا الإسراف كلها، أحيانا حضر وأحيانا حضر يذبح أخونا اللي أضحية عنده، هل يجوز؟ نعم لا بأس بذلك، يذبحها بنية الجميع عن الجميع. نعم. الحمد لله. عن والدينا وعن أسرنا كلها. الحمد لله. يعني جائزة يا شيخ. اي نعم، عن الحي والميت. الحمد لله. الحمد نعم. لله. الشيخ صالح، التطوع بالسعي هل يجوز الشيخ صالح؟ لا، ما يتطوع بالسعي، التطوع إنما هو بالطواف، طواف بالبيت. نعم. ومن ترك طواف الإفاضة جهلا ماذا يلزمه؟ يبقى لا يتم حجه إلا به، إذا ذكر يرجع ويطوف طواف الإفاضة حتى يتم حجه. نعم. يا شيخ، هذا السائل يقول رأيت بعض الطائفين يدفع عن بعض النساء وأولاده لتقبيل الحجر، فأيهما أفضل، تقبيل الحجر أو البعد عن مزاحمة الرجال؟ نعم، البعد، بل يجب البعد إذا كان فيه، إذا كان فيه يعني خطر من جهة الشهوة فإنه يبتعد ويشير إلى الحجر من بعيد، إذا حاذاه يشير إليه ويكفي والحمد لله. نعم. الشيخ صالح، بالنسبة للمعتمر أو الحاج إذا كان لا يعرف إلا القليل شيخ من الأدعية، فهل يقرأ من كتب الأدعية في طوافه وسعيه وكذلك من المناسك الموجودة؟ نعم، بشرط أن تكون هذه الأدعية مما ورد في الكتاب والسنة أو مما يوافق الكتاب والسنة، ولا يكون فيها أدعية مبتدعة. نعم. رجل يا شيخ بعد الفراغ من عمرته وجد في ثياب الإحرام يا شيخ نجاسة، فما الحكم في ذلك؟ إذا لم يعلم فالطواف صحيح إن شاء الله. نعم. الأثر الذي في مقام إبراهيم هل هو صحيح، أثر قدمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ بلا شك ولا ريب أنه أثر قدمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما صار ارتفع البناء وصار يقف على هذا الحجر ويرتفع به وينخفض، وهذا من معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فأبقى الله هذا الحجر عبرة
وشرع الصلاة عنده، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يجعله بينه وبين الكعبة ويصلي إليه بينه وبين الكعبة. نعم. المتصل الأخير عبد العزيز من حائل، تفضل عبد العزيز، مختصر السؤال تفضل. السلام عليكم يا شيخ، كيف حالك؟ حسك طيب. شيخ، سؤالي هل يجوز لقط الجمرات من عرفة؟ والسؤال الثاني يا شيخ، هل يجوز أني أنوي أذبح الأضحية وكذلك أنوي فيها العقيقة، هل يجوز ولا لا؟ طيب، لا ما يجوز تأخذ الحصى من عرفة، الحصى تأخذ من الحرم، من داخل أعلام الحرم، ولا تأخذ من الحل، عرفة من الحل يا أخي. وكذلك الأضحية، الأضحية إيش يقول؟ والعقيقة. الأضحية ما يصلح أنه تجمع بين الأضحية والعقيقة، لا بد أن تكون العقيقة على حدة والأضحية على حدة. نعم. شيخ صالح، نريد أن نختم هذا اللقاء، ما هي الكلمة التي توجهونها للإخوة والأخوات؟ نوصيهم بتقوى الله عز وجل وإخلاص العمل لله عز وجل والرفق بالحجاج وعدم الإضرار بأحد والتعاون على البر والتقوى وشغل الوقت في الدعاء والعبادة. نعم، والله تعالى أعلم. ونحن أيضا نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجيج حجهم وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وأن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء على ما يقدمون لحجاج وزوار بيت الله الحرام. شكر الله لفضيلة شيخنا العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي الحقيقة استفدنا من توجيهاته ونصائحه وإجاباته المبنية على الكتاب والسنة في هذا اللقاء الطيب. أشكر الزملاء الحقيقة في استوديو مكة الذين استقبلوا الشيخ وهيئوا هذا اللقاء المبارك، والشكر موصول لزملائي هنا في الاستوديو من الفنيين والمخرجين. هذا ناصر البقومي مخرج هذه الحلقة. يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.